بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله مكملين في كورس تفاصيل التسليح. قبل ما نخش في المحاضرة الخامسة، كنت بس عاوز أعمل هايلايت على البندل ده، لأن إحنا لما كنا شرحناه كنا لخبطنا في نقطة اللاب سبلايس المرة اللي فاتت، فأنا رجعت للكومنتري تاني عشان أفتكر أشوف إيه اللي أأكد على المعلومة. فالديفلوبمنت لينس، إحنا كنا قلنا إن الديفلوبمنت لينس عادي جدا بحسبه للسيخ بتاع اللي داخل البندل كتنشن او كومبريشن عادي جدا، ولكن الكود بس بيعمل هايلايت ان انا لو عندي بندل فيها 3 اسياخ بزود ال LED بنسبه 20%، ولو عندي بندل فيها 4 اسياخ بزود ال LED بنسبه 33%. اما بالنسبه للاب سبلايس، فالكود هنا بيقول لي ان لاب سبلايس اوف بارز ان ا بندل شال بي بيزد اون ذا لاب سبلايس لينث ريكوايرد فور individual بارز within ذا بندل. يعني عادي جدا انا بحسب اللاب سبلايس عادي جدا ليه للانديفيديوال بارز. increases in accordance with 25615 اللي هو ايه البند ده. هو هنا بيقول ايه بقى النقطه اللي احنا لخبطنا فيه، individual bar splices within a bundle shall not overlap. مش معناها ان الانديفيديوال بار ما بيتعملوش سبلايس، لا، الانديفيديوال بار اللي هو السيخ الفردي اللي هو سيخ من ضمن اسياخ البندل بيتعمل له سبلايس، ولكن السبلايسز ما يحصلش لها اوفرلاب. يعني السبلايس والسبلايس التي تليها ما يعملوش مع بعض اوفرلاب، لازم يكون في بينهم مسافه. والانتاير باندل شال نوت بي لاب سبلايسد، والباندل كلها على بعضها ما ينفعش انها يتعمل لها سبلايس. يعني انا ما عملش ما ينفعش اعمل سبلايس لباندل مع باندل، لكن اعمل سبلايس لسيخ من اسياخ الباندل مع سيخ تاني طبقا لاشتراطات الكود، بشرط ان انا ما اعملش اي اوفرلاب ما بين سبلايس وسبلايس تاني. مش ان ممنوع الاوفرلاب، لا، الاوفرلاب مسموح، بس ما اعملش اوفرلاب ما بين تو سبلايسز. تمام، هو ده البند بس اللي حبيت ان انا ااكد عليه. وبعتذر طبعا على اللخبطه اللي حصلت فيه، ولكن كان لازم طبعا ان انا ااكد على المعلومه بس بعد ما اتاكدت منها. عايزين بقى نتكلم في نكمل تفاصيل التسليح. احنا كنا اخر حاجه قلنا شويه تفاصيل اللي هي في الكود الاي سي اي 318 ام 2019. المره دي بقى عاوزين نشوف الكود اللي هو اي سي اي 315 99، ده اللي هو كود التفاصيل الإنشائية الأمريكي. طبعا ده آخر إصدار ليه أنا شفته، يعني أو آخر إصدار معرفش، وأظن ما أظن مفيش إصدارات بعده، بس أنا آخر إصدار شفته هو إصدار 99، إصدار قديم طبعا 99، والتفاصيل اللي فيه محدودة جدا، يعني مفيهوش تفاصيل تسليح كتير، ولكن أنا هشرح بس التفاصيل اللي فيه، مش يعني هشرح التفاصيل اللي فيه المهمة اللي إحنا شرحناها خلال الكورس. لسبب لما جينا شرحنا البيم، لما نرجع للمحاضرة دي، طبعا احنا كنا بنتكلم عن البيم بطريقه صعبه شويه بالنسبه للناس اللي في السايت او الناس اللي بتشتغل تنفيذ، ان انا بقول ال ال اي وال ال دي وال ام نومينال وكده. وطبعا انا قلت ان الكلام ده طبعا طبعا صعب على الناس، فانا هشرح ليه الكود التفاصيل، هشرح منه حاجات بسيطه جدا اللي هو اصلا هو ما فيهوش تفاصيل كتير. انا هشرح معظم التفاصيل اللي فيه، ولكن التفاصيل اللي فيه هي اللي هتسهل لنا موضوع ركوب الاسياخ بطريقه سهله جدا. اول حاجه هنبدا فيها في الكود ال سي اي 315 99، الوان واي سورد سلاب. بكل بساطه بس عايز الكود بيقول لي ان انا لو عندي وان واي سورد سلاب من عند الركيزه، من وش الركيزه 25% ال، تمام، حيث ان ال هو الكيدير سبان كاتب لنا تحت اهو، ده امتداد السيخ الطرفي في الركيزه الطرفيه في منطقه العلوي الحديد العلوي، والحديد السفلي طبعا بيكون مستمر على طول البلاطه. والكود بينوه ان انا عندي، هو طبعا الحديد وان واي، لكن الاتجاه الثاني لازم يكون في حديد انكماش بيتقال عليه شرينكج بارز او تمبريتشر بارز، وده بيكون قيمه المينيمم طبقا للكود. تمام، بعد كده بيبدا يقول لي طبعا بيقول لي هنا ان السيخ بيقف قبل نهايه البلاطه اللي هي قيمه الكفر طبعا اللي احنا عارفينها. هنا طبعا لما بيكون باكيه مستمره، طبعا السيخ العلوي زي ما هو، الحديد العزم السالب من وش الركيزه 3/10 البحر الاكبر. انت طبعا عندك في ركيزه وفي بحر على يمينها وعلى يسارها، فانت بتشوف البحر الاكبر 30% منه من وش الركيزه من الناحيتين، ده امتداد الحديد العلوي. والسفلي بيمتد طبعا على طول البلاطه وبيعدي بعد الكاميرا 15 سنتي من وش الكاميرا 15 سنتي. والحديد المتوقف لو انا هعمل كرتيلد او هعمل ترمينيتد رينفورسمنت بيكون 0.125 ال اللي هو الكلير سبان. تمام،
حاجه بسيطه جدا. طبعا هو برضو بيأكد على التمبريتشر انفورسمنت، فحاجه سهله يعني. ما يعني الطريقه دي طبعا ولا بفكر في ام نومينال ولا بفكر في حاجه، بس هي دي الطريقه السهله اللي ممكن تنمزج بيها، تمام، وما فيهاش حاجه طبعا تصعب على الناس اللي هم شغالين في السايت يعني. بعد كده الكود هيتكلم على البيم، هتلاقي بالظبط نفس الموضوع برضو من وش الركيزه 25% ال اللي هو الحديد العازم السالب في الركيزه المنتهيه، والركيزه المستمره 30% من البحر الاكبر برضو في الاتجاهين، وكذلك السفلي لو حديد متوقف 0.125 ال ال، والمسافه برضو من هنا كفر من ناحيه بره، وبعدين من الكفر لنهايه الركيزه المسافه اللي هي بيقول مينيمم 50 مللي، سوري 150 مللي، اللي هي المسافه دي اللي هي اسمها ستار ومسميها 150 مللي. فطبعا ايه يعني الموضوع بسيط جدا لو تنمزج طبقا للكود. فطبعا بتلاقي الكائنات مكثفه عند الركيزه من ناحيه الركائز، وفي النص بيكون الكائنات ايه ما فيهاش تكثيف، على اساس ان طبعا الشير بيكون اقرب من ناحيه الركائز، بيكون اعلى من ناحيه الركائز. بالنسبه للقطاع العرضي للكاميرا، في طبعا نوعين من القطاع العرضي، في النوع اللي هو الاوبن ستيرب والكلوز ستيرب. الاوبن ستيرب ده طبعا بيكون فيه سلابه، بيكون فيه احاطه، فممكن تعمل اوبن ستيرب مفيش مشكله طبقا لكل الشروط اللي احنا شرحناها قبل كده في الستيربس. ممكن النوع الثاني اللي هو لما يكون عندي سلابه برضو من الناحيتين، تعمل اللي هي الكلوزد ستيرب اللي هي بتبقى عباره عن اليو شيب بالمواصفات اللي احنا اتكلمنا فيها بالظبط قبل كده، وبتقفل عليها بايه ببار اللي هو بنقول عليه كلوز تاي، وممكن تعمله 90 درجه لو كان عندك طرف سلابه، ولو ما عندكش طرف سلابه لازم تعمله 135 درجه. زي هنا مثلا لو قال لك عندك سلابه من ناحيه واحده فبتحط من عندها 90 درجه، والناحيه الثانيه لازم يكون 135. هنا برضو بيقول لك الكلير كفر من فوق الكلير كفر من تحت، يعني كلام ما فيش جديد خالص عن اللي احنا شرحناه. الكود ده ما فيهوش اي جديد غير بس تبسيط عمليه امتى اوقف الحديد وامتى امد الحديد وهكذا، تمام. بعد كده السيزميك بيم، عشان نفهم السيزميك بيم عايزين نفهم حاجه. طبعا اللي انا بقول ده مبسط يعني، مش بالظبط هو الحاجه الفعليه، بس انا عايز بس اقول حاجه تبسط الامور قوي. لو انا عندي فريم زي ما احنا شايفين اللي هو لونه ابيض وحصل عليه حمل جانبي، الفريم هيتولد عليه بندنج مومنت بالشكل اللي لونه احمر ده، ولو عكسنا الحمل الجانبي جه من الاتجاه الثاني هيبقى العكس. وطبعا اذا كان الحمل الجانبي بيحصل من الجنب ده او من الجنب ده، انت مثلا ما تعرفش الرياح او الزلازل هتجي لك منين. طبعا هنتكلم، خلينا نتكلم مثلا لو عندي زلزال، الزلزال ممكن يعرض المبنى لقوه في اي اتجاه، فبالتالي الاثنين دول ممكن يتجمعوا على بعض، يبقى هو ده المومنت اللي ممكن متوقع. ده بس اللي ناتج عن الاحمال الجانبيه، المفروض في كمان مومنت ناتج عن الاحمال الراسيه. فمثلا هتلاقي عندي، لو انا عندي مثلا مالتي ستوري فريم زي ما احنا شايفين مالتي ستوري فريم، فانا هلاقي ان الحركه اللي جايه من ناحيه الشمال هتديني البندنج مومنت اللي لونه الاحمر، والحركه لو جايه من ناحيه اليمين هتديني البندنج مومنت اللي لونه اخضر. طبعا فانا هنا لو عايز اسلح هلاقي ان عندي الحديد بيزيد عند منطقه الركائز في حاله الزلزال. طبعا لو ضفت عليه بقى الاحمال الراسيه كمان هيتولد عندك طبعا البندنج مومنت بتاع اللي في النص، فبالتالي هيكون التسليح برضو عندك تسليح في منطقه المنتصف، فبيكون الكونكلوجن. طبعا الكلام اللي انا قلته ده مبسط، مش بالظبط هو الحقيقي، بس انا حاولت ابسط العمليه يعني. هتلاقي طبعا الحديد، ان في حديد عادي جدا تراديشنال اللي انت متعود عليه، بس كل القصه ان جه عند الركائز وفي زياده حديد في العلوي وفي السفلي، تمام. فهو هنا طبعا في التفاصيل دي بيقول لك هنا في ال L1 وال L2 اللي هي امتداد الحديد، ده اللي هيحدده طبعا الديزاينر. هو هنا بيقول لك engineer must provide dimensions L1 L2 S1 S2 hoop and stirrups، لان طبعا ده ايه لازم نتيجه التصميم بتاع الايه بتاع الكاميرا، تمام. فهو بس بيفرق ما بين التراديشنال بيم والسيزميك بيم. بعد كده هنبدا نتكلم على لسه السيزميك بيم، احنا موجوده معانا السيزميك بيم بس في الكروس سيكشن. كل الموضوع بيقول لك بس السيزمي بي ان انا بعمل اهم حاجه، ممكن استخدم اليو ستيرب او اليو شيب ستيرب مع الكروس تاي، والكروس تاي زي ما قلنا في اول محاضره خالص ان هو لازم يكون في واحده ب 135 درجه في حاله السيزميك، تمام. ولو كانت الكانه مقفوله فلازم يكون القفل بتاعها 135 درجه في حاله الزلازل. ولو انت هتستخدم كانه وفي عندك سلاوه، برضو بيقول لك ان انت ممكن برضو تخلي الزاويه 90 درجه من اتجاه من اتجاه او من اتجاهين، وده اسمه الحاجه اسمها المالتي ليج. لو انت مثلا هتستخدم نظام
كلها عباره عن سوري كروس تايز، يعني بتشكل لك شكل الكانه. لازم يتقفلوا كلهم بزوايا على الاقل 135 درجه لكل كروس تاي، من طرف واحد تكون 135 درجه. طبعا حاجات مش صعبه. سوري انا عملت ايه، انا عايز اجيب تمام. بعد كده هبدا ادخل على الوان واي جوي سلاب، مفيش اي اختلاف خالص، نفس الفكره. هتلاقي برضو لو عندك عزم سالب هتلاقي 30% من البحر الاكبر امتداد، والحديد السفلي برضو بتلتزم برضو بالكفر، وفوق 25%، مفيش اي اختلاف. الجويست ما هو كانه بيم مصغره، ولكن طبعا بيكون عندك فوق في شبكه حديد ايه تمبرتشر رينفورسمنت او مينيمم رينفورسمنت، بتبقى في السلابه من فوق. طبعا الجويست سلاب اللي هي الريبد سلاب، مفيش اختلاف عن اللي احنا قلناه. يعني الموضوع بسيط جدا، والكود ده اصلا تفاصيله محدوده جدا، ولكن انا حبيت اقوله بس عشان تبسيط توقيف الحديد. طبعا ده ايه جايب شكل برضو التسليح الجويست تمام، وبيحدد لك برضو الركيزه. هنا بقى طبعا بيقعد يقول لك الكفر واتليست مش عارف البوتوم بار يمتد قد ايه. طبعا احنا ايه شرحنا الحاجات دي قبل كده، نفس المسافه اللي هنا ال 125 100 ال من الحديد الكرتيلت، وهنا تلت البحر الاكبر من الجانبين. يعني مفيش فيها حاجه صعبه ان شاء الله، بس ايه خلينا ندخل في الاعمده. طبعا احنا كده فهمنا دلوقتي توقيف الحديد في الكاميرات ما عادش صعب زي ما شرحناه في الكود بالطريقه النظريه. هنا جاي بيقول لك طبعا لو عندك العمود، انت طبعا لما بتيجي تعمل تقليل في ابعاد العمود، فبيقول لك ان لازم السيخ اللي جاي من تحت لما يطلع لفوق الميل يكون 1:6 ماكسيمم، ما ينفعش ان انت تزود الميل عن كده تمام. وطبعا بيبين لك شكل تفاصيل التسليح في الحديد في العمود اللي هو المربع او المستطيل، او هنا العمود الدائري تمام. وبيقول لك مينيمم ديستانس اللي هي 40 مللي ما بين الاسياخ في حاله السبايرال، او في حاله الكانات العمود اللي هو السيركولار. طبعا الكورد هنا قديم شويه بس ايه ما يعني الفرق مش كبير برضو. هنا بيقول لك الاعمده لما بيكون عندي حديد من جانبين بس، من تو سايدز مش من اول سايدز، فهو بيقول لك في الحاله دي انت ممكن تستخدم يو بارز بالشكل ده. الموضوع يعني ما فيهوش حاجه صعبه ان شاء الله. هنا الكود بيوري لك بعض اشكال التسليح لو عندي اربع اسياخ تمام، وبيقول لك ان المسافه بين السيخ والسيخ ما تزيدش عن 150 مللي. طيب لو حاله ست اسياخ في طريقه انك انت ترص الحديد بالشكل ده، لكن لو المسافات زادت من السيخ المربوط والغير مربوط عن 150 مللي زي بالشكل ده كده، في الحاله دي هروح الجا ان انا استخدم هنا ايه استيرة من المياه بتاعه العمود. وطبعا قلنا في العمود لازم تكون واحده 135 واحده 90. وبعد كده بيقول لك حالات تانية برضو للعمود، لما يكون عندك الاتجاهين زايدين عن ال 150 فتستخدم طبعا في الاتجاهين، مفيش حاجه صعبه، وممكن تستخدم البندل. بعد كده بيديك ال 10 اسياخ في الحاله السنجل بار او الانديفيديوال بار، بعد كده يجيب لك البندل 12 بار كذلك. يعني الموضوع برضو يعني شويه تفاصيل بس الايه للعلم. 14 سيخ ولو اكتر من طريقه على حسب المسافات اللي ما بين الاسياخ. بعد كده عايزين نتكلم عن الأعمدة. طبعا هو بدأ يكلم لك الأعمدة اللي فيها زلازل اللي عليها أحمال زلازل. بيقول لك طبعا العمود عادي جدا بيبقى فيه كانة، الكانة الخارجية اللي هي بتكون القفل بتاعها 135 درجة، وكذلك بيكون في جوه الهوبس دي اللي هي بتبقى 135 من ناحية و90 من ناحية. ويقول لك بقى أنت تكثف الكانات في الأول وفي الآخر عشان تتجنب البلاستيك هنج لو حصل في العمود وهكذا. يعني الموضوع كل الكلام ده اتشرح قبل كده. بعد كده الناس برضو اللي بتشتغل مومنت ريزيستنت فريمز برضو بيوضح لك شكل السيزميك جوينتس. في يو بارز بتستخدم هنا في منطقه السيزميك جوينتس، برضو الناس اللي هم بيشتغلوا مومنت ريزيستنت فريم برضو ممكن يطلعوا عليها. بعد كده ندخل بقى في الايه في الكود المصري. هشرح جزء منه ان شاء الله واكمل المحاضره الجايه، عشان انا مش عاوز اطول الزمن بتاع المحاضرتين دول، لان المحاضرات اللي فاتت كان زمانها كبير. اول حاجه انا هشرح ان شاء الله الكود المصري دلوقتي، هبدا اشرح فيه، وعاوز وانا بشرح الناس تبدا تفرق ما بين الكود ده والكود الامريكي. فخلونا نشرح مثلا ال LED وبعدين نكمل بعد كده السبلايس في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. وبرده المحاضره الجايه تكون محاضره قصيره، لان احنا خلاص عرفنا كل الكلام ده، ولكن احنا بس بنعمل مقارنه سريعه
ما بين الكود المصري والكود الامريكي. فهنيجي اول حاجه لكود طول التماسك. الكود بيقول لك يجب ان تمتد اسياخ صلب التسليح على جانبي اي قطاع العناصر الخاصيه بطول تماسك اللي دي ينتسب مع كود الشد والضغط في السيخ عند هذا المقطع لنقل القوه بدون انفصال او شروخ طوليه في الخاصنة. الكلام ده طبعا احنا شرحنا فكره ال LED. بعد كده الكلام المهم بقى بيقول لك يحسب طول التماسك ال LED لاسياخ صلب التسليح معرضه لاجهه شد او ضغط من المعادله التاليه. يعني الكود الامريكي كان بيشتغل على ال LED عامل معادله للتنشن ومعادله للكمبريشن، وكان في معادله للاسياخ اللي هي الهوكت، وكان في معادله للويلد واير فابريكيشن، وكان في معادلات لكل حاجه منفصله. اما هنا الكود الامريكي لا، هو جامع معادله واحده تنفع لكل شيء. تمام. طيب عايزين نعرف ايه مجاهيل المعادله دي. هلاقي ان ال ال دي بتساوي الفا بيتا ايتا مضروب في الاف يلد على جاما اس مقسوم على 4 اف بي يو مقسوم مضروب في الفاي. طبعا الفاي اللي هي قطر السيخ، الالفا والبيتا والايتا هي معاملات هنتكلم عنها دلوقتي، الاف يلد اللي هي اجهاد الحديد اجهاد الخضوع مقسوم على جاما اس اللي هي معامل تخفيض بتاع تخفيض المقاومه اسمه اللي هو 1.15. تمام. 1.15 من 100. الاف بي يو الكود بيقول لك اللي هي بتساوي 3 من 10 جذر الاف سي يو على جاما سي، والجاما سي بتبقى ب1.5. فطبعا ايه فاضل بس ان احنا نعرف ايه هو الالفا والبيتا والايتا. اول حاجه الالفا بيقول لك الكود بيحددها لي على حسب شكل السيخ، عندك سيخ ستريت او عندك هوك ستاندرد، طبعا في اللي هو ال 180 درجه وال 90 درجه وال 135 درجه وهكذا، وكذلك الصلب اللي هو الشبك الملحوم او اللي هو الويلدد واير. تمام. على اساس ان انت اي حاله من عندك تقدر تحسب منها ال LED مره واحده، مفيش بقى ايه الهوك لوحده والستريت لوحده والويلدد واير لوحده، لا هو الكود بيجمع كل حاجه. ده بالنسبه لمعامل الفا. انت بتخش على قيمه المعامل تشوف انت في حاله شد او ضغط، وعن طريق شكل السيخ تقدر تحدد الكلام ده. بعد كده عايزين نعرف هو طبعا هنا بيقول لك طبعا الدي المسافات اللي هي اللي احنا كنا بنسميها ال اكستنشن والبندنج دايمتر والحاجات دي، الكود هنا محددها طبعا مسميها دي، بينسبها طبعا لدي، وكاتب لك هنا الدي 4 فاي في حاله السيخ اللي هو جهه خضوعه اللي هو رتبته 240 على 350، و6 فاي في حاله ال 425 ملم اكبر من او يساوي فاي، اور فاي اكبر من او يساوي 6 ملم، وفي دي بتساوي 8 فاي اور 5 4 5 اور. يعني هو بيتكلم طبعا انت عندك في الكود المصري دايما هو بينسب الحديد على حسب نوعه، وطبعا بالذات ان احنا بنستخدم في مصر في حديد طري ما زال وفي حديد مشرشر، فهو هنا عامل لك امتى تستخدم الحديد على حسب نوع الحديد طري او مشرشر تحسب قيمه الدي. تمام. وفي كل التفاصيل التسليح برضو هتلاقي ده ايه بطريقه برضو مشروحه بطريقه برضو اسهل، او تقريبا يعني مش بعيده عن دي بس اسهل شويه، اللي هو بيقول لك الدي بتساوي 4 فاي او 6 فاي او 8 فاي على حسب نوع ورتبه الحديد، وكذلك بيدخل فيها قطر الحديد برضو. بعد كده عايزين نتكلم عن معامل البيتا اللي هو في حاله الشد او في حاله الضغط سيخ املس او سيخ زون توات، هو معامل بس انت بتعوض بيه على حسب نوع السيخ. بعد كده فاضل لنا الايتا اللي هي بالظبط نفس اللي كانت في الكود الامريكي الابسايتي بنفس قيمتها بالظبط، اللي هو بتاخدها بواحد بثلاثة من عشرة الاسياخ الافقية المعرضة للشد والتي يزيد سمك الخرسانة المصبوبة اسفلها على 300 ملي بينما يساوي واحد لجميع الحالات الاخرى، بالظبط الابسايتي. تمام. فاللي فاهم طبعا الكود الامريكي هيحس ان الامور هنا سهلة وهيحس ان في تشابه كبير. بعد كده بيقول لك يجب الا يقل طول تماسك اسياخ صلب التسليح المعرضه لشد او ضغط عن 35 فاي 35 مره قطر السيخ او 40 سنتي ايهما اكبر الاسياخ الملساء ذات جنش. طبعا ما عدناش بنستخدمها قوي خلاص، كله بقى دلوقتي حديد مشرشر او حديد زونتوات. فيقول لك في حاله الحديد زونتوات 40 فاي او 30 سنتي ايهما اكبر، وطبعا لازم تحترم طبعا اللي هي المسافات البينيه بين الاسياخ والغطاء الخرساني. المسافات البينيه من الاسياخ في الكود المصري برضو نفس البند كود الامريكي اللي هي 25 ملي او قطر اكبر سيخ او 1.3 من اسل الاعتبار الاكبر، مفيش اختلاف. بعد كده في بند مهم اللي هو بيتكلم على معامل التخفيض، فهو بيقول لك في عناصر معرضه لهجوم انحناء يسمح بتقليل طول التماسك اذا كانت مساحه الاسياخ الموجوده بالقطاع اكبر من المطلوبه الاي اس ريكوارد الاي اس بروفايدد ما لم يتعارض ذلك مع بنود اخرى في هذا الكود مثل الاشياء الخاصه بتسليح السفلي الممتد الى الركائز و. فطبعا ده معامل التخفيض بنفس الكود الامريكي بالظبط.
الكود بقى المصري بيعمل حاجة بيسهل على الناس، اللي هي ان هو بيديلك جدول تطلع منه على طول قيمة ال LED، ولكن في شروط عشان تشتغل على الجدول ده. اول حاجة ان الجدول ده الايتا بتساوي واحد، يعني انت دلوقتي لو عندك حديد علوي او حديد يعني فيه تحت منه خرسانة اكتر من 30 سنتي، فالمفروض تضرب، تستخدم الايتا هنا تضرب في 1.3. وعندك برضو الشروط ان بيقول لك لو في عندك اسياخ ذو نتوءات، ذات نتوءات بجنش، تضرب الارقام في 75%، معناها يعني اللي هو الهوكد بار من الاخر يعني. يعني بيقول لك ان الهوكد بار بضرب القيم دي في 75%، وبيقول لك غير مسموح باستخدام اسياخ ملساء بدون جنش في حاله الايه، لما باجي استخدم اصلا اسياخ ملساء زمان كانوا بيشتغلوا بيها، فطبعا لازم اصلا اسياخ الملساء تتجنش عشان يحصل فيها تماسك مناسب مع الخرسانه. هنا في من عن طريق رتبه الخرسانه على طول بشوف انا عندي هنا على حسب الاف فيلد 400 او 350 او 240، فتلاقي مثلا انت مقاومه الخرسانه بتحكم لك على طول اوصل بال سوري اعمل ال دي طولها كام مره من نسبه من كتر السيخ. يعني هنا هقول مثلا 50 مثلا او 40، فانا بضرب الكلام ده في كتر الايه السيخ مباشره، تمام، مضاعف من كتر السيخ، يعني انا بقول 50 فاي 60 فاي وهكذا. طبعا انا لو هتسالوني، طبعا الجدول ده جدول للتسهيل طبعا في الكود المصري عامله، وانا لو تسالوني عن وجهه نظري انا اتمنى الجدول ده يتمسح من الكود المصري، لان اي حد دايما الشباب المصريين دايما بيروحوا للجدول ده ما بيحاولوش ان هم يحسبهم، ودايما يقول لك 60 فاي. ففي بعض للاسف بعض المهندسين اللي هم بيشتغلوا في الاشراف او كده، فدايما يجي يقول لك مثلا 50 فاي 60 فاي، فتيجي تقول له طب انا حسبت مثلا ال سبلايس، او سوري حسبت ال ال دي وحسبت منها ال سبلايس، فطلع مثلا عندي الطول اقل بكتير من اللي انت بتقوله، يقول لك لا 60 فاي يعني 60 فاي، يعني حاجه طبعا مزعجه جدا. المفروض ان يعني 60 فاي ده او الجدول اللي معمول ده جدول 4 9 يعني للتسهيل عشان يوفر عليك حسابات، مش معنى كده انك انت لما واحد يجي لك ويحسب تقول له لا، امال المعادله اللي احنا شرحناها من شويه بتاعت ال دي ايه فايدتها. فبس فدي للاسف والله شيء مزعج جدا، تلاقي بعض المهندسين شغالين في الاشراف مثلا وهو مثلا تيجي تقول له السلام عليكم يقول لك 60 فاي، يعني ما بتفهمش. طب المعادله يا باشمهندس، يقول لك لا انا ما انا ليا 60 فاي وواصله بحد ادنى متر. طبعا الكلام ده المفروض ان احنا طبعا اكيد نغير مفاهيمنا. فبعد كده طبعا هو بيقول لك على بيكلمك على الستاندرد هوك في حاله الاستيرابس، تمام، بيقول لك هنا 10 فاي لو في حاله 90 ديجريز، و7 فاي لو كان 135 ديجريز، خلاص شكل اقفال الكانه وهكذا. بعد كده بنتكلم على البندل دبارز بقى، يحسب طول التماسك الاسياخ المجمعه بندل دبارز من المعادله 466 باعتبار الحزمه، معادله 466 اللي هي نفس معادله ال دي، بس باعتبار ايه بقى؟ باعتبار الحزمه الواحده كسيخ واحد بقطر مكافئ فاي سي، تمام، او فاي اي. ويتم حساب القطر المكافئ للحزمه كما يلي: حزمه مكونه من سيخين الفاي بتساوي 1.4 الفاي القطر السيخ الواحد، في حاله حزمه مكونه من ثلاثه اسياخ الفاي 1.7 الفاي، ويستخدم القطر المكافئ فاي اي في الحسابات الخاصه بالحد الادنى سمك الخرساني والمسافه الخالصه من الاسياخ وهكذا، تمام. طبعا الكود هو ذكر للاسف الحزمه مكونه من سيخين وثلاثه، ما ذكرش الايه الاربعه في الموضوع ده، تمام، ولكن الكود الامريكي طبعا ذكرها وقال لك احسب السي جي بتاعتها والاريا ستيل تكون مجموع الاريا ستيل بتاعت الاسياخ عادي جدا. طبعا ايه هنلاقي طبعا نحس في تشابه كبير جدا ما بين الكودين. هنيجي بقى ايه اخر حاجه في الديفلوبد لينس، هي موضوع توقيف الحديد. طبعا هتلاقي الكود المصري شبيه جدا بالكود الامريكي. هنا طبعا المسافه في الكاميرا البسيطه كانت من اول السيخ لحد سنتر لاين الركيزه ال اي، بعدها الام التيمت على الفي التيمت. هنا طبعا الام التيمت كانت هناك الام نومينال، تمام، هنا الام التيمت على الكيو التيمت، الكيو التيمت هي نفسها الفي التيمت اللي هو الشير، تمام، مفيش اختلاف يذكر ما بين الكودين. يعني في حاله الكاميرا المستمره بالظبط نفس الحاجات اللي هي برضو عندك المسافه من الماكسيمم مومنت في العزم السالب بتاخد منها مسافه ال دي، زائد الفرق ان الكود المصري بيقول لك خد اوفست 3 من 10 دي، والمسافه من العزم المقاوم بالاسياخ اللي هو السيخ المستمر تاخد منه مسافه ال دي عشان تجيب ايه نهايه السيخ المستمر. بالنسبه للسيخ السفلي نفس الحدود بالظبط، نفس الفكره من عند برضو مقاومه السيخ بتاخد ايه
هنا بس الفكره بقى ان انت تاخد 7 من 10 دي او 10 فاي، اللي هي المسافه ال LA. ال LA في الكود الامريكي كانت الدي او 12 فاي، اما الكود المصري بيقول 7 من 10 دي او 10 فاي بس، تمام. وبالنسبه للمنطقه اللي في الحديد العلوي 7 من 10 دي او 10 فاي او ال على 20، الكود الامريكي كان ال على 16. هو ده بس الايه الفروق الطفيفه اللي ما بين الكودين. فاللي فهم الكود الامريكي سهل جدا يقرا الكود المصري ويفهمه. المره اللي جايه ان شاء الله هندخل بقى في السبلايس عشان ما اطولش زمن المحاضره ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي المحاضره القادمه في شرح السبلايس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.